طيبين. النهارده رابع يوم العيد ويا رب دايما متجمعين على شاشه تلفزيون الحياه رقم واحد في مصر. زي ما انتم شايفين احنا موجودين دلوقتي في الازهر بارك، عندنا حفله جامده جدا بتقدمها لنا الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه. طب احنا طوال الايام اللي فاتت شفنا عدد كبير من الحفلات على شاشات المجموعه وكان فيها كوكبه كبيره من النجوم. النهارده عندنا حفله جامده جدا، معانا سوبر ستار محمد فؤاد والنجم الكبير علاء عبد الخالق، ومفاجاه الحفله هتكون النجمه حنان. وخلونا يلا بينا نبدا حفلتنا بسرعه دلوقتي. السوبر ستار النجم الكبير ابن البلد، الصوت الرائع اللي كلنا بنحبه، اللي بيبعد وبنقعد نستناه واول ما بيرجع بنبقى حافظين كل اغنيه معاه، وغير كده كمان هو كان وش السعد على كل اللي اشتغلوا معاه. اما مثل عمل نجاح كبير جدا جدا وكان وش السعد على كل دفعته. معانا دلوقتي الصوت المصري الاصيل النجم محمد فؤاد.
نعدلها واحنا سوا صح؟ هنعدلها ان شاء الله وربنا قبلنا يعدلها. يا رب اعدلها يا رب. كل سنة طيبين وعيد سعيد على مصر كلها وعلى جيش مصر وشرطة مصر وأطباء مصر وكل فرد عايش تحت سما مصر وعلى أرض مصر. بحييكم وبقول كل سنة طيبين والأمة العربية والعالم كله بخير إن شاء الله. بحيي الشركة المتحدة على الحفلة الجميلة دي. إحنا بنغني وعارفين إن مصر كلها قدامنا من خلال التلفزيون، عشان كده بشكر الشركة المتحدة إنها بتوفر ده لينا ومخلينا قدامكم ومخلينا نفسنا نشوفكم. طبعا دي أكتر حاجة مخلينا من جوانا مش مبسوطين، إن إحنا دايما بنحب نشوفكم قدامنا، ولكن إحنا نجيلكم في أي حتة أنتوا فيها. كل سنة طيبين ويجعلوا عيد سعيد عليكم وعلى الأمة العربية وعلى مصر كلها. شكرا. بين إيديك، نبتدي بين إيديك، نقعد واحدة واحدة كده إيه نغني لكم شوية حاجات أنتوا بتحبوها إن شاء الله. كمانانا دي اصعب كمانانا اغنيها في حياتي. دي كمانانا دايما بيبقى الناس هي اللي بتغني، هي اللي بتغني معانا 80% من الاغنيه يعني. ف ربنا يسهل. اكاتش كادر في الالولو حب ناديه وحب لولو، اكاتش كادر في الالولو وحب ناديه وحب لولو، ولا يا بتاع الفل يا ابو قلبي زي الفل، ولا يا بتاع الفل ده والنهار ظالم بكره هتبقى فل. نفسك في ايه؟ تحلم بايه؟ سمعني ايه؟ نفسك في ايه؟ تحلم بايه؟ سمعني ايه؟ نفسك في ايه؟ انا نفسي اللي سمعنا في التلفزيون دلوقتي، عايز صوته نسمعه من هنا، يعني مصر كلها تقول معايا دلوقتي، ترد تقول كمان نانا اوكي، ونسمعها هنا ماشي واحنا معلقين ميكروفوناتها. نفسك في ايه؟ تحلم بايه؟
سمعني انا سامع، انت سامعين معايا؟ انا سامع ميت نصر والحسين والسيده زينب والشرقيه وصوتهم جاي لغايه. نفسك في ايه؟ تحلم بيه؟ ان شاء الله نتجمع كلنا ونغنيها مصر كلها. نفسك في ايه؟ تحلم بيه؟ سمعني ايه؟ اشرب ازوزه بالعجوزه مع استاكوزه ايه مع الموبايل والحته ايه يا دنيا ليه ما عندها معانا عمرك ما جيتي على هوانا يا دنيا ليه ما عندها معانا عمرك ما جيتي على هوانا ولما جيتي تصلحينا عملتي قلب وسمعانا ولا اقول لك كاتش كادر في القلولو وحب نادية وحب لولو كاتش كادر في القلولو وحب نادية وحب لولو لا 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 نفسك في ايه؟ تحلم بيه؟ سمعني نفسك في ايه؟ تحلم بيه؟ سمعني ايه؟ قولوا سأل نفسي وقت حبيبه بيه عندك فلوس كتير 30,000 جنيه اشرب عزوزة في العجوزة مع استاكوزة ايه؟ يا دنيا نفسه يلقى نفسه واد حبيبه بيه ومعاه فلوس كتير 60,000 جنيه يشرب ازوزه في العجوزه مع استاكوزه يا دنيا ليه ما عندها معانا عمرك ما جيت على هوانا عمرك ما جيت على هوانا يا دنيا ليه ما عندها معانا على هوانا جايبه الكورونا ولما جيت تصلحينا عملتي قلب وسمعانا ولا اقولك كاتش كادر في القلولو وحب بنادي وحب لولو كاتش كادر في القلولو وحب بنادي وحب لولو يلا احنا مش هنغني لكم اي حاجه حزينه النهارده يعني كله في Amen.
اللي ما تقلش في بشر قلبي راهن يوم عليك لكن خسر روح وبدل في الحقايق احكي اي كلام يضايق مهما قلت عليا ايه مش هتكسر عيش لي يلا في دور المجني علي يلا كمل كبتك مستني قول ده كان ظالم اناني عمره ما تعذب عشاني كان بيجرح قلبي دوس مستني ايه لسه مستمرة وفي لسه عندنا فقرات كتيرة جدا هتعجبكم لكن هنطلع لبريك إعلاني وهنرجع تاني نكمل باقي حفلتنا. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ولسه مكملين فقرتنا مع النجم الكبير السوبر ستار محمد فؤاد. اوكي بص يا جماعة في اغنيه سوداني كنت غنيتها في البوم متغربين لو حد فاكر متغربين الاغنيه دي بتاعت واحد من اشهر مطربين السودان راجل فنان كبير قوي انا بحترمه جدا اسمه شرحبيل احمد انا قلت ده في كذا حفله بس تكريما للراجل المحترم ده وحبا في دوله السودان وشعب السودان الطيب الجميل الاغنيه دي هغنيها لكم النهارده عشان تعرفوا الراجل ده رائع ازاي وعنده مزيكا جاز وسابق عصره من بدري يعني اغنيه اسمها الليل الهادي لو حد فاكرها يلا لمسك يا طبيبي
وحشتنا عيونك يا حبيبي وهمسك ولمسك يا طبيبي انت هناك وروحي معك انت هناك وروحي سهدي وبعدك جنان اشرح بينا حبيبي حبيبي لا 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 حبيبي الليل الهادي شفت جمال الاغنيه عامله ازاي حبيبي الغايب الليل الهادي يذكروني انا ثواني انا بقول لاحمد اشرح بيه لاحمد كل سنة طيب عيد سعيد عليك وعلى السودان وعلى الامه العربيه كلها انا بحبك جدا وبحب شعب السودان جدا كل مصر بتحب شعب السودان شعب طيب وشعب فنان فالاغنيه دي اكبر دليل على ان في مزيكا هناك حلوه قوي ترتقي للعالميه بجد الليل الهادي يذكرني حبيبي الغايب من بدري خلاني وحيد نصيبي سهدي وبعدك جنان اصل لكل واحد عنده اصل وشعب مصر عنده اصل ما حصلش في التاريخ صح ولا لا جيش عنده اصل شعب عنده اصل صناعيه عندهم اصل دكاتره عندهم اصل ايه شرطة عندها اصل انا عندي اصل وانت عندك اصل مفيش حد فينا ما عندوش اصل احنا ناس حلوه قوي شعب مصر حلو وجميل يشرف الدنيا يا أصيل يا أصلي لكل أصيل بحبك ووعد علي أشيلك في نين عناي بنسبة 200% أعيش دنيتي وياك ولا الجن الأزرق يقدر يخليني لحظة أفكر إن أقلب عليك وأتغير مش أنت اللي يوم أنساك يا أصيل يا أصلي والله لو لو غيرك رأصلي أنا زي
جرح الدوا اللي طيب وفي الشدة مني قريب بحبك عشان والطيب وعمرك ما كنت لئيم مراعي ضميرك فيا وبتخاف حبيبي عليا عايشها بسلامة نية ودغري ومشيها سليم يا أصيل يا أصلي والله لو غيرك رأصلي أنا زي ما أنت عامل بأصلك معايا أكيد هعمل بأصلي يا أصيل يا أصلي والله لو غيرك رأصلي أنا زي ما معايا أكيد هعمل بأصلي يا أصيل يا أصلي والله لو غيرك رأصلي أنا زي ما أنت عامل بأصلك معايا أكيد هعمل بأصلي في بالي دايما في بالي وبعد الليالي وحشني يا غالي يا أجمل مالك لو تجيني لا أبوسك بعيني وطفي حنين اللي دايب معاك انت فين. ولسه مكملين حفلتنا الرائعة جدا ونزلنا دلوقتي من على المسرح النجم الجميل صاحب الصوت الرائع الصوت المصري الأصيل نجم محمد فؤاد. كل سنة وانت طيب. كل سنة طيب عشرين ومصر كلها بخير وبسعادة ان شاء الله. يا فوقش انت دايما بتنور شبكة تلفزيون الحياة. انا بحب الحياه بصراحه, هي وشها حلو علينا وهي قناه ليها تاريخ حلو ومشرف, يعني شاشه جميله. نفسك في ايه؟ نفسي كمان برضو كمان طبعا نفسي الناس كلها تبقى مسرحه وترجع تاني الدنيا وكله الناس ربنا يعني ينعم عليهم بالقرب تاني ونرجع يتشال كل العوائق دي ان شاء الله. ان شاء الله هنرجع احسن كمان من الاول. وطبعا النهارده يكون عندنا حفله وعلى شاشه الحياه ورابع يوم العيد وان يكون الحفله ما فيهاش جمهور. يا حياتك كنت واقف على المسرح عمال اقول الله يكون في عونه وان ما فيش جمهور, بس حياتك كنت بتكلم جمهورك اللي قاعد في البيوت. والله يعني يعني انما هو شيء الحمد لله مش معتادين عليه, بس يعني تمام لو ده هيوصل جزء بسيط من السعاده للناس نعمل قد كده واي حاجه تبقى نتاقلم عليها عادي. ما ده دورنا ان احنا نبسط الناس ونسعدهم في قعدتهم في البيت ويبقوا كده متجمعين دايما مع بعض ومتجمعين على شاشه الحياه وكل الشاشات المصريه. حضرتك النهارده اخترت لنا كوكبه كده من المع اغانيك اللي بنحبها, يعني سمعنا كمننا سمعنا الاصيل يا اصلي سمعنا حاجات كتير قوي حلوه. انا كنت عايز اغني لهم حاجه جديده بس طبعا قلت لا, يعني تعالى نفكرهم باللي هم نفسهم يسمعوه لان كلنا خلاص بقى فينا هاجس كده ان احنا عايزين نشد ايامنا الجميله اللي ورا نجيبها قدامنا تاني. فاحساس بجد احنا كنا في نعمه كبيره وان شاء الله هترجع احسن من الاول. احنا في دوله طالعه في اتجاه ممكن كانت ما تمشيهوش في 50 سنه, ومصر بتحلو جميله, ويمكن الحاجة العارضة إن شاء الله
اللي موجودة اللي هي الكورونا دي ربنا يزحها إن شاء الله على خير بإذن الله. أول ما تمشي يعني جات عشان تحسس الناس بقيمة اللي جاي، يمكن دي تكون سبب نحافظ ونخلي بالنا من أيامنا اللي جاية، نستثمرها في رضا ربنا قبل كل شيء، وفي مصلحة بلدنا، مصلحة بعضينا كمجتمع وأسر وإخواتي. ناس كانت بعدت عن بعض وده شيء مش كويس يزعل ربنا سبحانه وتعالى. يعني ربنا بعتنا الحياة نحب بعض ونريح بعض ونعيش حياة فيها يعني إحساس بالنعمة ومريحة. إحنا ضايقنا بعض كتير جدا، في ناس ضايقت بعض، ناس دماغها وتفكيرها وداها لتطرف، وناس زعلت من بعض عشان سياسة ومجادلات يعني استغفر الله العظيم. يعني ربنا يعني أكيد زعلان، أكيد زعلان مننا. يعني غير كده أنا عايز أعرف منك، كنت بتتفرج على إيه في رمضان؟ بما إنك جبت سيرة إن إحنا متجمعين مع بعض وإن إحنا عاديين في البيت، فلازم أسألك كنت تتفرج على مسلسلات إيه؟ نمرة واحد الاختيار، نمرة واحد، نمرة اتنين الاختيار، ممكن يكون في التالت بقى إيه هو، أنا ما كنتش مركز غير على إن أتفرج على الاختيار وإيه تاني، وبرنامج اسمه قلب اطمأن، عشان بس أنا مش هكذب، أنا بقى هو ده الحاجتين اللي أنا بتفرج عليهم. برنامج إماراتي للهلال الأحمر الإماراتي، بيروح الوطن العربي كله وآسيا وبلاد مسلمين ومش مسلمين، وراجل يعني بمعنى جميل للإنسانية، وبيروح يساعد بمعنى الكلمة، بيساعد بجد، يعني مش مجرد انه بيستثمر انه يطلع انه ساعد حد باي حاجة رمزية، لا بيشوف دراسة لحياته وبيعمل له. كنت حاسس بيه فوقش وانت بتتفرج على الاختيار، انا عايز اعرف منك انت من زيادة عشان انت عندكو شهيد في العيلة. والله العظيم بجد اكن انا العامل المسلسل، انا كنت بعمل نفس الفكرة و يعني الناس طبعا ملمة ببعض، ما حدث لمسلسل الظاهر كان برضو لقصة عن شهيد وكده، ومش هكدب عليكي انا ابديت رغبتي لبيتر ميمي عبر الرسائل، وبعدت له اغنية للفينال، قلت له ولو عايز نقعد ادور لك الاغنية، يعني لو انت مش عامل موسيقيا او مشغول بالتصوير انا ممكن اعمل ده وشوف مين عايزه يغني وانا هساعدك في ده، انا هبقعد في الاستوديو اخلص لك ده بي انا بغيري باي حاجة، انا من ضمن فريق العمل بتاعك. حلو والله روحك. حقيقة بجد يعني ونجاح ده معناه ان انت كنت مستمتع وانت بتطلع. امير كرارة بي 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 بيمثل كل شهيد في مصر، وبيمثل اخويا، وبيمثل كل الشباب الحلو الجميل اللي لم يعني يذكروا الا ما تيسر في المسلسل. في ابطال كتير جدا زي المنسي، ومصر مش هتخلص من المنسي وامثاله يعني، فانا كنت فخور وحاسس ان احنا ما بنخلصش الرساله. طبعا مش هنخلص بعون الله، الرساله اللي انا كنت عايز اقدمها امير قدمها خلاص أدب. الحمد لله كده اكن انا عملت والله. فوقش انت فاكر اخر عيديه خدتها كانت كم؟ اخر عيديه كانت من ابويا طبعا رحمه الله عليه، و يعني عادية يعني اللي هي الجنيهات الجديدة والنص جنيه الجديد أو كان بيكتب لك عليه؟ لا لا خالص، أحلى عادية في الدنيا دي. وكنت أخش أرفع كده، كان والدي يحطها تحت المرتبة إيه اللي ربع مع بعض مع بعض كده، فخش أبص عليهم كده شكلهم مفرح وروح مغطي ده من وراهم يعني. بس كنت بتصرفهم على طول. كانت إيه خروجاتك المهمة اللي كنت بتحب تعملها وانت صغير لو فكر؟ أشهر خروجة هي السرير. ليه؟ دي نقعد من الساعة، احنا طبعا ليلة الوقفة خلاص ما فيش سحور، فاحنا قاعدين نفكر نروح فين بكرة، بنقعد نفكر لغاية الساعة 7 الصبح، فنخش عشان نلبس وننام باللبس كله مش شايف، فنصحى بعد دي فرحة اللبس الجديد. لا دي يعني اتكررت نفسي، كانت يعني تجلي مرة كل عيد نقعد نتكلم لغاية 7 الصبح ونخش نلبس، فواحد بس يطلع يقول لي طب ما ننام ساعتين شكرا. طب انا عايز اعرف منك قبل ما نختم، كنت في الفيوم بتعمل ايه؟ كنت بصور اغنيه اسمها شكوى الى الله، راح بقى كده مع نفسي كده فوق الجبال دي ومع ربنا كده، فبقول له يعني
سبحانه وتعالى يعني بقول له كلمتين كلمتين في حالنا. و دي هتنزل امتى؟ دي بالمونتاج، شغاله في المونتاج ان شاء الله تشوفوا حاجه حلوه ان شاء الله. ان شاء الله الالبوم الجديد، الالبوم يعني خلصان، هنصور بعد العيد اول اغنيه منه وجهز خلاص، بس ان ننزل التصوير ومع الاغاني معاه. كان في اغاني تسربت من الالبوم، دي هتكون في الالبوم دي ولا دي هديه؟ دي هديه الجمهور فوش. انت عارف يا فوش كان معمول هاشتاج جمهورك انت كنت وحشه جدا، فاحنا مبسوطين ان انت كنت معانا النهارده على الحقيقه عشان تقابل جمهورك اللي كان عمال يقولك ارجع يا فوش. يعني كان في هاشتاج بقى ترند برجوع فوش. الحمد لله هنرجع ان شاء الله. الالبوم هيكون اسمه ايه باذن الله؟ هترجع كل مصر كلها هترجع ان شاء الله. الإيه؟ الالبوم هيكون اسمه ايه؟ خليها بقى مفاجاه. بعد العيد هتقول لنا الحاجات دي. خلاص بقى ده في اغاني عمالين ناس عماله يعني شايف ناس بتغني اغانيها يعني بتقلب عليه كلام وبتنزله عادي. طالما بيحبونا خلاص مش مشكله. يا فوقش كل سنه وانت طيب، نورتنا على شبكه تلفزيون الحياه، وتحب تقول ايه لجمهورك؟ وانت طيبه الاول شيرين، وتشكر بشكر المتحده طبعا، الشركه المتحده انها وعملت الحفلات دي والتفكير الطيب منها. هي طول طبعا الشهر مش سايب الناس بالحمل كنا مع بعض كلنا، تحس ان ايه خففت علينا القعده في البيت. والمجهود الدرامي اللي عاملينه حاجه مشرفه جدا، والاختيار بشكر جميع من اي حد شارك في العمل ده من ورا الكاميرا او من يعني القائمين على العمل جميع ده، جميع اعمال طبعا شركه ساندر من A to Z. طبعا سينرجي شركة محترمة وشركة بتفكر لصالح المجتمع المصري بشكل جيد، بشكل محترم وشكل وطني وشكل حاجة فخر يعني. بقول للناس كلها بقى يعني كل سنة طيبين، وأهم حاجة بس الناس تبقى مع بعض يعني في البيوت، العائلات كله يطمن على بعضه وكله يعيد على بعضه وكله يصالح بعضه وكله يبقى مطمن جدا على التاني. يعني دي اهم حاجه، هو العيد ربنا سبحانه وتعالى يعني جعله لنا عشان نسال على بعض، وعشان ما فيش حد يقع مننا ومحدش ياخد باله منه. هو ده الهدف الاسمى للعيد، وبنشكر ربنا عليه يعني. فاتمنى بس كله يجهز بقى السنه الجايه كده، يبقى رمضان تاني بقى وعيد تاني وارضاء لله سبحانه وتعالى بمعنى الكلمه. من قبل رمضان نحضر له ان شاء الله، يجعلها ايام سعيده عليكم يا رب، ويبعد عننا كل وحش على مصر والوطن العربي والعالم كله ان شاء الله. حفلتنا لسه مستمره، وفي لسه عندنا فقرات كتيره جدا هتعجبكم. لكن هنطلع لبريك اعلاني وهنرجع تاني نكمل.